طبيعي جدا الفاونديشن من اكتر الحاجات اللي بتبوظ البشره، بس صحيح. هي حاجه اساسيه عندنا كلنا، حتى لو نبقى عايزين نغطي شويه هالات سوداء، حاجات شويه بقع في البشره، فدايما اهم حاجه عندنا الفاونديشن. هقول النهارده ازاي نقدر نخليه نحوله ان هو ما يبقاش مضر، يعني الطبيعي بتاعي اللي في البيت العادي جدا اللي انا جايباه، هقدر ازاي ان انا احوله ان هو يبقى سيفتي جدا على البشره، ويبقى في نفس الوقت كمان في نسبه سان بلوك. اوكي حلو. هنجيب احنا بس ما جبناش جدا. البولات لا ممكن نجيب دلوقتي حالا. هنحط السان بلوك الفاونديشن بتاعي عادي جدا. مثلا هنحط الكميه دي، هنعمل منه كونسيلر او وهحط عليه شويه من سان بلوك اللي عندي بتاعي. يعني احنا حطينا شويه فاونديشن وشويه سان بلوك. مش بينزل ليه؟ اهو واحد تاني اهو، حط فاونديشن والسان بلوك عليه. اوكي هحط برضو جل صبار، مش معلقه برضو بس احنا ممكن نحط دي، هحط معلقه صغيره جدا جل صبار. احنا كده بنحوله ان هو يبقى بيبي كريم خفيف جدا على البشره. هو هحط نوع من انواع الكريمات اللي هي مرطبه مرطبه البشره، بس ما تكون مناسبه للبشره الدهنيه. أوكي. يعني اللي هي ما بيبقاش فيها نسبه زيوت عاليه. زي ده مثلا كده من النوع اللي هو بيناسب جدا البشره الدهنيه. وابتدي اخلطه كويس جدا واحطه عندي في العلبه، هيبقى خفيف وهيبقى مش بيقفل مسام، مش هيطلع لي حبوب، وخصوصا لو بشرتي دهنيه. وهيبقى تحفه، وكمان في سان بلوك. يعني فهو هل أنا بيحمي، ممكن استخدمه كسان بلوك؟ لا احنا حطينا فيه سان بلوك. اوكي لما كنت بتجيبي اطباق فاحنا حطينا فيه الحاجات دي كلها. حطينا الفاونديشن بتاعي العادي جدا، كريم الاساس بتاعك اللي في البيت، حطينا عليه معلقه من سان بلوك، معلقه جل صبار، واي نوع من الكريمات المرطبه عندي في البيت، بس اللي هي مناسبه للبشره الدهنيه. يعني مش بتكون فيها نسبه زيوت عاليه. تمام. هو كده بقى خفيف جدا، هيغطي معايا العيوب، واستخدمه كونسيلر تحت العين عشان ما يبقاش تقيل، لان الحاجات التقيله اللي تحت العين دي بتضر جدا وبتعمل تجاعيد كتير. وتحفه جدا وطبيعي وخفيف وفي نفس الوقت، وطبعا محتاج يتخلط اكتر بس علشان وقت الحلقه. اهم حاجه في الحاجات دي لما نعملها ان احنا نخلطها كويس قوي. المقادير بتبقى مقادير، احنا حطينا مثلا احنا حطينا معلقه من الكريم الاساس، هحط عليها معلقه من جل الصبار. أوكي. ومعلقه صغيره من سان بلوك، ومعلقه صغيره من الكريم. تمام. احنا كده عملنا كريم الاساس، جل صبار كمان مست ان هو فيه ميه، بيحتفظ البشره ان هي بتبقى رطبه جدا، ما بتبقاش، وبيحتفظ ان كمان البشره الدهنيه ما تعرقش بسرعه جدا، والكريم الاساس ينشف عليها بسرعه. حلو.